والآن معنا من رام الله عبر سكايب أحمد ذكرنا المحلل السياسي. سيد أحمد أهلا بك في هذه اللحظات على شاشة القاهرة الإخبارية، كيف تتابع الموقف الآن وكيف تقيم هذه الهدنة في يومها الثاني؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. هناك توتر وقلق وتخبط يسود الساحة الإسرائيلية بالأخبار الأخيرة التي نشرت عبر شاشاتكم الكريمة، تقول أن مصر نجحت في إنهاء الأزمة، ولكن الأزمة الداخلية الإسرائيلية على ما يبدو ستتدهور وستذهب إلى البعيد لربما في الأيام القادمة، ونحن في اليوم الثاني ويحدث مثل هذه الأزمة التي لها علاقة بالتلاعب بأسماء ومعايير الأسرى المتفق عليهم للخروج، وكذلك عدم دخول المساعدات إلى شمالي غزة، وكذلك إطلاق النار على من حاول ويحاول العودة إلى بيته في الشمال. وبالتالي هناك تخبط داخل إسرائيلي داخل إسرائيل، هناك يعني عدم ارتياح من حدث. ما بعث هذا التوتر أستاذ أحمد كما ذكرت أو التخبط؟ كان هناك عدم ارتياح من المؤسسة الإسرائيلية لما حدث يوم أمس في استقبال الأسرى المحررين، وهذا بعد إنساني طبيعي يحدث في كل مكان، بل حاولوا الضغط وإهانة الأسيرات والأسرى الأطفال أشبال قبل خروجهم من الاعتقال، ونبهوهم وهددوهم بعدم ممنوع يعني تفرح، ممنوع حدا يفرح، ممنوع حدا يعني كلام لا أحد يستوعبه على الكرة الأرضية. أحد الأسرى أو الأسيرات صلى 10 سنين يعني ولا 8 سنين لما أهلها بدهم يشوفوها شو بدهم يعملوا، يعني ينصبوا خيام العزاء مثلا، هذا يعني أمر غاية. لكن لماذا أستاذ أحمد لم يحتفلوا هم بمحتجزيهم أثناء خروجهم أو بعد خروجهم؟ لأن هناك محاولة تعتيم على هؤلاء، واليوم الإعلام الإسرائيلي سرب بعض ما قيل على لسان الأسرى المحتجزين الإسرائيليين بأن معاملتهم كانت جدا جيدة في داخل صحيح. الأسر، وهي ما حاولت إسرائيل أن تخفيه من خلال حجزهم في مشافي، وهم ليسوا بحاجة لمشافيهم، طالعين ما شاء الله يعني كانوا يأكلوا ويشربوا ويعالجوا أفضل من أهالي غزة الذين قصفوا تحت بيوت يعني والبيوت فوق رؤوسهم. نعم، هل يغيظ إسرائيل أستاذ أحمد؟ هل يغيظها أن المقاومة تعامل محتجزيها بشكل إنساني أو معاملة لطيفة كما ذكروا عبر وسائل إعلامهم؟ نعم، وتحديدا أن لديهم يعني مسؤول أمن السجون اللي هو المسؤول الأمن الداخلي أحد المتطرفين بن غفير، الذي يعني يحاول أن يهين الأسرى ويضغط عليهم بشكل غير طبيعي وغير إنساني وغير قانوني، وهو يعني يمس بحياة هؤلاء، وقد استشهد بالفعل 6 أسرى منذ 7 من شهر تشرين الماضي وإلى يومنا هذا. إسرائيل تتخبط حتى في محاولات الدخول إلى مناطق الضفة الغربية، الآن في اشتباكات واسعة في جنين، وهناك شهيد الآن قبل قليل هناك التقى شهيد وعدد من الإصابات، ويوم أمس كانت هناك اقتحامات أيضا لقباطيا، وإسرائيل متخبطة لا تدري ماذا تفعل، هناك هزيمة أخلاقية منيت بها فضلا عن الهزيمة السياسية والهزيمة العسكرية على أرض الواقع، هي لم تحقق أي من أهدافها المعلنة لا في انتهاء قوة حماس ولا في إنهاء يعني حضور حماس، إلى أن الأمر يصل إلى أن الإعلام الإسرائيلي اليوم قبل قليل كانوا يتحدثون أن حماس أو حركات المقاومة لا زالت قوية وتفرض وفرضت على إسرائيل اتفاق الهدنة. المظاهرات التي تحدث الآن في تل أبيب تقول بأن هذه الحكومة متخبطة لا تدري ماذا تفعل، وبالتالي هناك لديهم أزمة داخلية ولا يعني لا يعلمون ماذا يفعلون. نعم، الآن توسطت مصر وقطر لإتمام هذا اليوم الثاني، ولكن
ماذا عن اليوم الثالث والرابع، وماذا عن النصف الآخر من الهدنة؟ الهدنة متفق عليها لأن تمتد يعني لجزئين. وماذا عن بعد هذه الهدن أصلا أستاذ أحمد، وأنت تتحدث عن هزيمة سياسية واقتصادية واجتماعية وكذلك هزيمة عسكرية، ما الذي تشي لك به هذه الهزائم على رد الفعل الإسرائيلي بعد هذه الهدن حتى لو تم تمديدها، خصوصا وسط التوعدات الإسرائيلية وبالتأكيد تابعت تصريح وزير الدفاع والذي يقول أن هذه الحرب ستستكمل بكامل قوتها وعنفوانها كما ذكر؟ الحقيقة أن نتنياهو وحكومة نتنياهو تحاول، هي الوحيدة لربما في إسرائيل اليوم، تصر على استكمال هذه الجولة من العدوان كي تنجو بنفسها، وتحديدا شخصية نتنياهو، لأن لديه عديد القضايا قبل هذه الأزمة، وما يعني ما افتضح من بعض القضايا حول الأمنية حول هذه الأزمة سيدخله في مساءلات قانونية. أضف على ذلك بأن وزير الدفاع الذي ليس لا يمارس وزارة الدفاع ولا يمارس دوره كوزير للدفاع حتى في الكابينت، من يمتلك القرار اليوم الكل يعلم بن غنيس، وبالتالي هم يحاولون يعني رد يعني رمي الرماد في العيون كما يقولوها، وبالتالي يحاولون استمرار هذه الأزمة لأنهم لم ينجحوا في أي من الأهداف المعلنة منذ اليوم الأول. الجهود المصرية ومعها القطرية بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية يعني تريد أن تستمر هذه الهدن وصولا إلى الهدنة الكبيرة التي المرتبطة بالأسرى الإسرائيليين الجنود وبتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين. تبييض السجون يعني وفقا لأي معطيات أستاذ أحمد سيتم تبييض السجون؟ لمعطى لأن المقاومة لديها من الأسرى العسكريين العدد الكبير، لديها عدد كبير أمام شاليط وحده، تم واحد جندي واحد تم الإفراج. لكن هل الظروف متشابهة أستاذ أحمد لما حدث في 2011؟ نعم الظروف ليست مشابهة، ولكن العدد ليس نفس العدد أيضا، يعني أمام أسير واحد كان هناك 1000، خلينا نحكي عن 100 قدام واحد بتتبيض السجون، علما بأنه إسرائيل في المدة الأخيرة حاولت أن تزيد من عدد الأسرى الفلسطينيين وجعلتهم من أقل من 6000 إلى أكثر من 9000، يعني أكثر من 3100 أو 3200 أسير فلسطيني فقط خلال هذه المدة من 7 من تشرين إلى يومنا هذا، وما زالت تقتحم وتعتقل، وهذه هي الملاحظة. نعم. التي أستاذ أحمد عذرا طبعا أني أقاطعك، لكن هذه العواجل لابد من التنويه عنها لأنها ربما تشير لحلحلة كبيرة في خلال الساعات الماضية. إذن مصر تتابع الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وقبل ذلك تمت الإشارة إلى أنه بدأ تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا و7 من رعايا الدول الأخرى. إذن ربما في هذه اللحظات تمت أو تسير الصفقة في يومها الثاني وفقا لما كان متفقا عليه. مصر تتابع الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وكذلك تتم أيضا متابعة الإفراج عن 13 إسرائيليا. بدأ تحرك فعلا الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا و7 من رعايا الدول الأخرى. عذرا أستاذ أحمد إني أقاطعك، لكن هذه العواجل لابد من التنويه عنها في هذه اللحظات لأنها لحظات بالطبع يشوبها الكثير من الترقب. تفضل أستاذ أحمد أكمل. نعم، كنا نتحدث عن أن تبييض السجون يتم لأن عدد الأسرى اليوم في يد المقاومة عدد كبير، الضغوطات الداخلية داخل إسرائيل كبيرة وواسعة، الضغوطات العالمية والدولية سواء من الإدارات، إدارة بايدن التي شاركت حقيقة في بداية هذه الجولة من العدوان، إلا أنها عادت وبدأت أن تضبط عقارب الساعة وعقارب الساعة السياسية في تعاملها مع هذه الحكومة المنهارة والتي تشي كل
الدلائل إلى أنها يعني ذاهبة بعد هذه الجولة من العدوان إلى غير راجعة، وبالتالي هناك ضغوط على تحويل هذه الهدن إلى وقف دائم لإطلاق النار. هل هذا ما تريده إدارة بايدن في هذه اللحظات أستاذ أحمد في رأيك؟ في هذه اللحظات لا تريد، أو على أقل تقدير لا تعلن عن إرادتها لهذا الأمر، ولكنها ستريد، لأنها شاركت لوجستيا وعلى الأرض في العمليات، وعلى ما يبدو أنها أيضا يعني وصلها بأن هذه العمليات عمليات قذرة وليست حرب بالمطلق، لا علاقة لها بمفهوم الحرب. هؤلاء يقصفون المدنيين والأطفال والشيوخ، يقصفون البيوت البنى التحتية، فهذه ليست حرب. يعني لا يستهدفون، حينما نتحدث عن 50,000 ما بين شهيد وجريح، بينهم أكثر من 16,000 أو 15,000 شهيد الآن، لربما الرقم يتجاوز 20,000 مع من بقوا تحت الأنقاض ولم يتم استخراجهم إلى الآن. هؤلاء النسبة الأعلى منهم هم من المدنيين، يعني تتحدثين عن 90%، فحينما تتحدث عن 10% من القوة المستهدفة هي التي أصيبت، فهذا فشل. حينما نتحدث عن دولة يعني تقدم حالها على أنها رابع أكبر جيش في العالم، وعلى أنه الجيش الأخلاقي، الجيش الأخلاقي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ. يوم أمس حاول بعض أهلنا في الجنوب أن يعودوا إلى بيوتهم في الشمال، تم إطلاق النار عليهم. وبالتالي هذه الحرب ليست حرب نظيفة بالمطلق، هي حرب إبادة، حرب وحشية، هي مقتلة، هي محرقة على الهواء مباشرة، يراها ويشاهدها العالم. وأصبحت إدارة بايدن في أزمة، تحديدا مع هبوط يعني او المؤشرات التي تقول بهبوط شعبيه بايدن. مع هل هذا المحرك الوحيد له استاذ احمد؟ بعض المنتمين لوزاره الخارجيه الامريكيه، وكذلك نعم. حدث في فرنسا تراجع مؤشرات شعبيه بايدن، هل هذا هو المحرك الوحيد للاداره الامريكيه في هذه اللحظات؟ يعني عدم او خوفها من خساره الانتخابات المقبله؟ ليس قد لا يكون الوحيد، ولكن أنا عدت على شاشتكم الكريمة المرة تلو الأخرى، ما تشهده أوروبا اليوم ليس انتصارا للضحية لمجرد أنه ضحية، لأن الضحايا كثر حول العالم، ولكن إنه انتصار للحق الفلسطيني. وهذه يعني وهذا فارق بيني اليوم، حينما نستمع إلى نخب في الشارع الأوروبي، ممثلين، فنانين، إعلاميين، لاعبي كرة، يحدثوك عن القضية الفلسطينية بما قد لا نتحدث به نحن، يعني يعلمون عنها بالتفاصيل، وهذه دلالة أيضا غاية في الأهمية. وبالتالي نحن نتحدث عن وزارة خارجية، ولأول مرة لربما في التاريخ الأمريكي هناك بعض التمرد في وزارة الخارجية الأمريكية بأن يوقفوا هذه المقتلة. هذا حدث أيضا في فرنسا، حدث أن رئيس وزراء بريطانيا يقيل وزيرة الداخلية لأنها يعني صرحت بتصريحات، صحيح كان هناك حراك كبير بسبب القضية. هذا الحراك أوروبا تقف أمام دافع الضرائب وتقول نحن ندفع لهذه الدولة القاتلة، لهذه الدولة التي تجرم على جيرانها، تجرم على المعاني الإنسانية في كل مكان وفي كل لحظة. هذه هي الدلالة القوية التي قد يعني نكثفها في جملة واحدة، أن اللوبي الصهيوني اليوم في أوروبا وفي أمريكا لا يجابه لوبي آخر، ولكنه يجابه لوبي عريض، لوبي من الإنسانية، اللوبي الإنساني. وهذا اللوبي الإنساني لا يمكن هزيمته، لأنه موجود في كل ديانة وفي كل يعني
شرائح المجتمع وليس بشريحة العربي. ولأنها مقتلة كانت تدور المسلم على الهواء مباشرة أيضا أستاذ أحمد، وتم توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وهذا ربما ما يجعلها مختلفة عن كل المرات السابقة. طيب أستاذ أحمد، ونحن نتحدث عن الجانب الأمريكي وبالطبع هو المحرك الرئيسي للأحداث فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل، كان أيضا من اللافت بالأمس تصريح الرئيس جو بايدن بأنه يخشى من عدم فعالية السلطة الفلسطينية في إدارة غزة ما بعد الحرب، لكن هل تمتلك الولايات المتحدة حقيقة أو إسرائيل حتى رؤية متماسكة لما بعد الحرب؟ إسرائيل لا تمتلك رؤية. أمريكا تحاول مع الحلفاء العرب أن تجد مخرجا لهذا الأمر، والسلطة بالنهاية المطاف هي تتبع أو هي منبثقة من البيت الكبير منظمة التحرير الفلسطينية، هذا الوطن يعني الأخلاقي للشعب الفلسطيني والمعنوي للشعب الفلسطيني، وهو يكتسب مقعد في الأمم المتحدة بصفة مراقب، وبالتالي هناك طرق عدة ليصبح العنوان كما هو منظمة التحرير الفلسطينية، وفي نهاية المطاف السلطة موجودة بوزاراتها بمؤسساتها بموظفيها في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عام. نعم هناك انقسام وهناك خلافات ميدانية على أرض الواقع، ولكن السلطة كانت تدفع 52% من الميزانية لغزة. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد ذكرنا المحلل السياسي ضيفنا من رام الله على هذه المداخلة.